السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله معانا حل الامتحان اللي عملناه، الاختبار الشامل على الدعامة والحركة. وللعلم انا كنت عامل رقم التليفون ورقم الامر بدرجات علشان اللي يكتب اي رقم ينقص درجة، خلاص. بس يعني اللي جاب 31 من 33 كده انت مقفل يا معلم، ومبروك عليك. يلا بينا على اول سؤال. بيقول لك ايه في الصورة المقابلة او في الصورة اللي قدامك دهيت العضلات الاكثر نشاطا؟ يا شباب انا حبيت اكد معاكم على الحتة ديت علشان جت في امتحان ثانوية عامة 2021 اول امتحان بالنظام الجديد، وجالهم رسمه زي دي كده. بس الصراحه كانت رسمه غبيه جدا ولخبطت ناس كتير يا عيني يعني. بس الفكره يعني ان هو كان جاب لهم واحد بيعوم، بس كان بقى ابيض واسود والنموذج مش ملون وحاجه كده يعني زي الزفت. المهم يا شباب انا بس حابب اكد معاكم على الفكره عشان نعدي عليها بشكل عام، عشان لو جالك نفس الفكره بس بحت في يعني في مكان تاني في الجسم تعرف تفكر. مثلا قال لك واحد بيطلع السلم، قول لي العضله الاكثر نشاطا، هتعمل ايه؟ يعني انت ما درستش العضلات، هتعمل ايه يعني؟ هتتصرف ازاي؟ والله يا باشا هتتخيل نفسك بتعمل الحاجة دي ازاي يعني يا دكتور؟ والله يا باشا هو بيسألني على العضلات الأكثر نشاطا أثناء صعود السلم. انت تخيل نفسك في برج، والبرج ده 10 أدوار، خلاص. وانت طالع السلم بعد 5 أدوار، ايه العضلة اللي بتوجعك؟ والله يا دكتور عضلات فخذي، العضلة اللي هي كوادريسبس مصر، اللي هي العضلة الرباعية اللي في الانتيريور بتاع الفخذ او في الرجل من قدام يعني. وكمان السمانة بتشد عليا برضو لما اطلع برضو ادوار كتيرة يعني. يبقى كده يا جماعة وانا طالع سلم مثلا عضلات رجلي بتوجعني، يبقى عضلات مثلا الطرف السفلي، تمام. طيب قال لك مثلا واحد بيلعب بطن، ايه العضلات الاكثر نشاطا؟ اكيد يا دكتور عضلات البطن او عضلات الجذع اللي موجوده في البطن مثلا يعني. طيب واحد مثلا بيلعب تمرينه الظهر اللي هي مثلا الترومبا، اللي هو مثلا ايه بيحط البار في الجدار كده، الشباب عارفينها يعني، ويقوم ايه ساحب كده، هتلاقي راجل موطي وبيشيل حاجه. طب واحد موطي وبيشيل حاجه وعايز يرفعها، كده العضلات الاكثر نشاطا هي مين؟ دكتور وش، عضلات الظهر، خلاص كده زي الفل. طب الراجل اللي قدامك ده يا جماعه، الراجل اللي قدامك دهوت ده سويمر او سباح جميل اهوت، ماشي، وحضرتك شايف عضلات الكتف بتاعته مفتوله. بصوا بقى يا جماعه، السؤال ده لما جه في الامتحان في ناس ما خدش في ايديها هفوه. ليه؟ اي حد نزل بسين حل السؤال ده بكل سلاسه بكل سهوله، لان احنا يا شباب لما ننزل بسين ونطلع ايه اللي بيحصل بقى؟ يعني الناس اللي نزل بسين تقول يلا اديكوا فرصه. يا جماعه احنا لما ننزل بسين ونطلع بتطلع من البسين وانت نازل كده من على السلم بتاع البسين او كده، او انت مثلا راجع في السكه او المشوار بتاعك يعني مروح، بتلاقي عضلات كتفك مشدوده جدا جدا جدا. وانت في البسين لو انت مثلا بتسبح كويس وكده، بعد شويه بتحس بشد عضلي في عضلات كتفك. فيا جماعه اثناء السباحه العضلات اللي بتنشط بشكل جامد جدا جدا هي عضلات الكتف، خلاص. وفي الصوره اللي قدامك دي مش باين لك اصلا غيرها، مش باين لك غيرها. طب يا دكتور ما هو بيطبش برجليه وكده عضلات الطرف السفلي شغال. حبيبي شغاله بس مش بنفس شغل الايه الكتف. بقول لك ايه العضلات الاكثر نشاطا، واخد بالك؟ تمام زي الفل. يبقى يا جماعه عضلات الكتف زي الفل. طيب بعد كده السؤال بقى اللي هرسناه كتير جدا، تتمفصل الفقره 12 مع الفقره 13 اللي فوق مع اللي تحت يا دكتور، يبقى عن طريق النتوءات المفصليه الخلفيه، والعكس صحيح طبعا، اللي فوق او اللي تحت مع اللي فوق العكس يعكس الامامي، تمام. طيب السؤال اللي بعد كده بقى انا صممت اجيبه صراحه، لان في ناس بتسال اسئله يعني انا بشوفها غبيه جدا يعني، مش الناس لا، الاسئله غبيه جدا يا شباب. هو حبيبي لما يقول لك الضلع السادس ماشي او الضلع السابع يتصل مع الفقره كام، وزوج الضلوع السابع يتصل مع الفقره كام، هي فرقت؟ اقسم بالله ما فرقت حبيبي. ما انت عندك ضلع يمين سابع وضلع شمال سابع، والاثنين ماسكين في نفس الفقره، ما هي الفقره في ظهرك، ماسك فيها الضلع اللي على اليمين السابع والضلع اللي على الشمال السابع عادي. فلما اقول لك زوج الضلوع السابع هي لما اقول لك الضلع السابع يتصل مع الفقره كام، فما تلخبطش بقى. دكتور ده قال لي زوج، يا حبيبي والله العظيم هي ما هو الزوج ده معناه الضلع السابع على اليمين والضلع السابع على الشمال عادي، هي خلاص كده تمام. يا شباب الضلع السابع بقى او زوج الضلع السابع عادي جدا، اوعى تلخبط فيها تاني. والله يا دكتور انت علمتنا الحمد لله يعني. لما اقول لي مثلا الضلع السابع فخلاص هو ماسك في الفقره الظهريه رقم 7، ولو عاوز اجيب ترتيب الفقره في العمود الفقري كله، لانه قال لي فقره بس ما قاليش الفقره الصدريه ولا الظهريه، طالما سابها لي عايمه كده يبقى هو عايز ترتيبها في العمود الفقري كله، هزود كمان 7 على ال7 يبقى كله كام؟ 14. طيب اصغر عظام الجسم خدنا يا جماعه العظام السمعيه، قلنا ان الاذن بتاعتنا 3 قنوات، الاذن الخارجيه والاذن الوسطى والاذن الداخليه، او 3 حجرات يعني،
الداخليه، ماشي؟ طيب الاذن الوسطى احنا قلنا ان فيها 3 عظام سمعيه، ميلس انكس ستيبز، المطرقه والسندال والركاب، صح ولا ايه؟ مش عندك قوي يعني، او عايزك بس تعرفهم اسامي كده، ما تتعمقش فيهم حتى، ما تحفظش الاسامي، اعرف ان هم 3 وخلاص. وعندك ودنك الوسطى، او اذنك الوسطى فيها 3 عظام يمين وشمال، علشان بس لما نيجي نعد عظام الجمجمه بتكون 22، و3 و3 يبقى 6، على 22 يبقى 28، والعظمه اللاميه يبقى كله كام؟ 29. خلاص كده، فكده يا جماعه عندي الجمجمه فيها 29 عظمه. المهم يعني يا شباب، احنا خدنا العظام السمعيه دي، وقلت لك على السبوره، ده سؤال يعني انا جايبه من السبوره وش، عشان ما حدش يبقى شايفه صعب او كده. العظام السمعيه يا جماعه اصغر عظام الجسم، في عظمه اسمها ستيبس، دي اصغر، صغننه جدا يعني، اسمها ايه، عظام كده سمسميه، صغننه جدا جدا جدا. فيا شباب ده سؤال سهل ما يلخبطكش خالص. طيب اكبر فقره هي بينما اكبر عظمه في الجسم هي، انا صراحه كنت يعني ارسم لكم فخ وانتوا وقعتوا فيه، تمام؟ عشان برضو يعني هو مش صعب والله، بس يعني اللي مركز كده وتركيزه كامل هيحل بكل سهوله. احنا عندنا يا جماعه الفقره الاكبر في العمود الفقري هي الفقره القطنيه، الفقره الايه؟ القطنيه، تمام؟ زي الفل. طب يا دكتور دي سهله خلاص احنا عارفينها بقى. واكبر عظام العمود الفقري هي العظمه العجوزيه، لان العجوز ده عباره عن 5 فقرات كبيره وملتحمه، فهي اكبر عظام العمود الفقري، تمام؟ لكن بقى في السؤال يا معلم، هو مش بيقول لك اكبر عظمه في العمود الفقري، ده بيقول لك اكبر عظام الجسم ايه؟ اكبر عظمه في الجسم ايه؟ عظام الجسم بشكل عام يا جماعه اكبر عظمه في الجسم ايه؟ دكتور هي الفخذ، فعشان كده الاجابه هي قطنيه ثم الفخذ، خلاص؟ تمام. تتصل العجوز بكام عظمه؟ مش عارف برضو السؤال ده لخبط ناس، يعني ما شاء الله في ناس كتير مقفله يعني، شفناهم كلهم وهنتواصل ان شاء الله معاهم، بس في ناس لخبطت في السؤال ده برضو كتير. ليه بقى يا شباب؟ احنا عندنا العجوز يا جماعه دي عباره عن 5 فقرات ملتحمه، صح ولا ايه؟ حلو. قول لي بقى العجوز فوق ايه؟ دكتور العجوز فوق اخر فقره قطنيه، صح كده ولا ايه؟ تمام. طب اخر فقره قطنيه ديت متصله مع العجز، يبقى كده ايه؟ اخر فقره قطنيه ديت عظمه، صح ولا ايه؟ تمام. طيب تحته ايه؟ تحته يا دكتور العص، جدع، عصعص، تمام. يبقى كده يا جماعه فوق عظمه وتحت ايه؟ عظمه. حلو. طيب يمين وشمال ايه الاخبار؟ والله يا دكتور يمين عندي حوض وشمال عندي حوض، صح ولا مش عندي الحرقوفه الظهريه ماسكه من ورا مع العجز، صح ولا ايه؟ حتى قلنا العظام من العمود الفقري اللي بتتصل بالهيكل الطرفي هو العجز، لان العجز ماسكه في عظام الحوض، صح؟ تمام. يبقى كده يا جماعه العجز ماسك في اخر فقره قطنيه فوق، واخر والعظمه العص عص عصيه تحت، وماسك في الحوض على اليمين والحوض على الشمال، يبقى كله كام؟ 4 عظام. والسؤال سهل جدا جدا، اللي ركز يجيبه بسهوله يعني. طيب اين مالي مفصل غضروفي؟ والله يا شباب اول حاجه الارتفاق العاني، بعد كده مفاصل الفقرات القطنيه مع بعضها. والله يا دكتور الارتفاق العاني احنا قلنا ان هو مفصل غضروفي، علشان عند الاناث يعني احنا عارفين ان عظمه العانه ماسكه في عظمه العانه التانية اللي قصادها، في مفصل غضروفي اسمه الارتفاق العاني، خلاص، والمنطقة على بعضها اسمها العانة، اللي فوقها شعر العانة، خلاص كده تمام. ده مفصل غضروفي ومتفقين. طب ليه يا دكتور؟ قال لك عشان الولادة، عند الولادة الحوض بيفتح شوية، فالمفصل ده بيساعد لحد ما، لكن لو كان مفصل عظمي الحوض كان مستحيل يتفتح، خلاص. حلو قوي. طيب مفاصل الفقرات القطنية والصدرية والعنقية كلها فقرات متمفصلة، وبالتالي يا جماعة الفقرات دي كلها، بينها مفاصل غضروفيه ما عدا، يلا قول لي كده، مين اللي هيقول ما عدا مين؟ احنا قلنا القطنيه والصدريه والعنقيه كلها فقرات متمفصله بينها مفاصل غضروفيه، مفاصل غضروفيه ما عدا مين؟ ما عدا يا دكتور الفقره العنقيه الاولى مع الثانيه مفصل زلالي، والعنقيه الاولى مع الجمجمه برضو مفصل زلالي، خلاص تمام. طيب بعد كده اذا نقص الاسيتايل كولين في عضله يمكن ان يؤدي الى الوفاه، عضله ايه بقى يا جماعه؟ شباب هو الاول كده بصرف النظر عن العضله، يعني ليه الاسيتايل كولين في عضله بيعمل لها ايه؟ يعني لو نقص بيعمل لها ايه؟ يا دكتور والله الاسيتايل كولين ده اللي كان بيجي يلسوع غشاء العضله، يلسوعها كده ويديها على قفاها، يديها على بوزها، علشان ايه؟ علشان يا جماعه يحصل حاجه اسمها لا استقطاب او ازاله الاستقطاب او انعكاس الاستقطاب، صح ولا ايه؟ تمام. طب لما يحصل انعكاس للاستقطاب يا جماعه ايه اللي حصل كده؟ كده يا دكتور حصل ازاله فرق الجهد او انعكاس فرق الجهد على غشاء الليفه العضليه، فيحصل انقباض، تمام. طب لو ما جاش بقى اللي بيلسوع ده يا جماعه، لو الاسيتايل كولين ما جاش ايه اللي يحصل بقى؟ والله يا دكتور العضله لا تنقبض. طب عضله لا تنقبض معناها يا شباب
شباب يا شباب عضلة لا تنقبض يساوي عضلة مشلولة. ايه؟ مشلولة. تمام، احنا كده اتفقنا لو الاستيلكولين ما جاش كده العضلة دي مشلولة. حلو خالص. ايه بقى العضلة اللي لو اتشلت يحصل لك لا قدر الله الوفاة؟ اول حاجة الحجاب الحاجز. طبعا يا دكتور انت قلت لنا في التنفس ان احنا بنشغل حاجة بشكل اساسي. عضلة الحجاب الحاجز هي عضلة التنفس الاولية، اهم عضلة في التنفس، لو وقفت النفس بتاعي بيقف. تمام. طب ايه كمان؟ والله يا دكتور برضو انت قلت لنا ان عضلات البطن بتساهم الى حد ما في التنفس. طب مين الاساس؟ لا، الحجاب الحاجز. مين اللي لو اتشلت موت؟ الحجاب الحاجز. وده يا جماعه اللي بيحصل لما حد مثلا يقرصه تعبان او يقرصه مثلا عقرب او كده، والسم يروح يقعد على المستقبل بتاع الاستالكولين، وبالتالي الاستالكولين ولا اكنه موجود اصلا، وبالتالي ما يحصلش اي انقباضات، وبالتالي يا جماعه الحجاب الحاجز يتشل فالتنفس بيقف. تمام. طيب بعد كده برضو اسئله كلها انا مغششها لكم، يعني شرحينها قبل كده على السبوره. عند واي تكون الخليه نقط للتعامل فيسيولوجيه، بينما عند اكس تكون الخليه نقط. يا جماعه احنا قلنا ان النتح ده معناه فقد الخليه للماء. تمام كده؟ تمام يا دكتور. طب الخليه شباب لما تفقد ميه كده معناه ان الفجوه العصاريه ترى متعبيه ميه ولا الميه جواها قلت؟ لا يا دكتور، الخليه لما تشتغل بالنتح كتير فكده بتفض الميه من الخليه، فكده الفجوه العصاريه هتكش، فكده الضغط على البروتوبلازم هيكش او هيقل، فكده توتر الجدار هيقل، فكده الدعامة الفسيولوجية مكتسبة ولا مفقودة؟ لا يا دكتور مفقودة. تمام؟ مع ايه؟ مع النت اصله بديهي، يعني الخليه ايه بتطرد الميه فكده ما جواهاش دعامه فسيولوجيه، لان الدعامه الفسيولوجيه بتعتمد على امتلاء الفجوه العصاريه بالماء. تمام. طب الامتصاص بقى يا جماعه؟ لا يا دكتور، الامتصاص ده هو الخليه بتكتسب ميه، الجدر عمال يمتص ميه، فكده الخليه ايه بتتعبى ميه. طب يا دكتور لما الخليه تتعبى ميه اخبار الفجوه ايه؟ لا يا دكتور والله الفجوه العصاريه اخبارها اكيد منفوخه. طيب لما الفجوه العصاريه تكون منفوخه يا شباب ده بيعمل ايه؟ بيخليها تكبر في الحجم، وبعدين يعني بيخلي البروتوبلازم عليه ضغط، طب وبعدين برضو بيخلي الجدار متوتر. فاذا يا شباب الخليه في حاله الامتصاص عند اكس هنا كده مكتسبه للدعامه الفسيولوجيه، فاذا عند واي عند اكس بقى بالترتيب اهوت، عند اكس يا جماعه عند اكس اللي هو الخليه بتمتص ميه كتير وبالتالي هي كده مكتسبه. تمام. طب عند واي؟ لا يا دكتور عند واي ده في نتح كتير فهي كده فاقده للدعامه. تمام زي الفل. طيب خليه نباتيه تركيز المحلول بها طبعا سيبك من الاجابات يعني اي كلام، خليه نباتيه تركيز المحلول بها 5% يعني جواها مثلا 5 جرام ملح، وضعت في اناء تركيز المحلول به 3%. يا شباب يعني الخليه جواها 5 اتحطت في اناء فيه 3، قول لي بقى الملح الاكتر فين يا دكتور؟ الملح الاكتر جوه الخليه النباتيه. معنى كده يا شباب ان الخليه النباتيه تكتسب ولا تفقد؟ لا تكتسب يا دكتور ميه. تمام، لان ايه؟ جواها 5 براها 3، فالملح جوه اكتر فتكتسب تمتص الميه. فاذا يا شباب الخليه تنتفخ، ومعنى ان الخلايا تنتفخ هي اكتسبت دعامه فسيولوجيه، يتوتر الجدار، يزداد ضغط الامتلاء، يبقى جميع ما سبق صحيح. تمام زي الفل. اذا ترسب الكيوتين على خليه نباتيه بالكامل، يا شباب احنا قلنا ان الكيوتين ده هو انا بسميه كده الباديكير بتاع النبات، يعني بشره النبات لما تيجي تعمل باديكير ترسب عليها الكيوتين، صح كده؟ تمام. طب الكيوتين ده يا جماعه هو ايه بقى؟ دكتور الكيوتين ده ماده عازله للميه ما بتعديش الميه، يعني لو رسبتها في اي حته مستحيل تعدي الميه. طيب السؤال بقى فيه تركه يا جماعه، بقول لك ايه؟ اذا ترسب الكيوتين على خليه نباتيه، احنا عارفين ان اي خليه، عارفين ان اي بشره في النبات مثلا بتاعه الورقه عليها كيوتين عادي عشان ايه؟ يمنع فقد الماء على الفاضي والمليان ويحافظ على الدعامه الفسيولوجيه. جدع. بقول لك ايه بقى؟ ركز معايا. اذا ترسب الكيوتين على خليه نباتيه، ركز معايا كده، بالكامل يعني يا شباب يعني ما سابش ولا خرم، ما فيش اي صغور خالص، يعني الخليه يا شباب مش هتطلع ميه ولا هتكتسب ميه، ماشي؟ فان هذه الخليه اول حاجه تكتسب دعامه فسيولوجيه، طبعا لا يا شباب ده هو اصلا محوطها بالكامل، فالخليه ده هي مش هتكتسب اي ميه، فالاجابه الاولى ما تنفعش. طيب تحافظ على دعامتها الفسيولوجيه، طبعا لان الكيوتين ايه؟ ماده عازله للميه بتحافظ على الدعامه الفسيولوجيه. طيب لا تكتسب ماء، طبعا لان هو الكيوتين محوطها بالكامل وبالتالي مش هتكتسب اي ميه. طيب لا تفقد الماء، برضو صح لان الكيوتين محوطها فمش هيخليها تفقد الميه، فالكل صحيح ما عدا الاولى. تمام زي الفل. طيب بعد كده يا جماعه تمثل العلاقه التاليه، بقول لك يا ترى دعامه فسيولوجيه ولا تركيبيه؟ دكتور لا، احنا لما قلنا ان العلاقه الفلكتويتنج اللي عماله طالعه نازله يعني تكتسب وتفقد، تكتسب وتفقد، ديت لها علاقه بايه؟ بالدعامه الفسيولوجيه وليس الدعامه التركيبيه، لان الدعامه التركيبيه يا شباب ثابته، مجرد ما ترسب مثلا كيوتين او سيبرين او سيلولوز او لجنين هو بيخليه مترسب للابد لحد ما النبات ايه؟ يموت خلاص. لكن اللي راحه جايه اللي طالعه نازله اللي بتكتسب وتفقد هي الدعامه الفسيولوجيه. تمام. تعال نشوف اول حاجه دعامه مؤقته. دكتور مؤقته دي اللي هي
ترى الفسيولوجية ولا التركيبية؟ فسيولوجية ولا التركيبية؟ لا يا دكتور، ده المؤقتة، ده هي دعامة فسيولوجية، تمام، يبقى دي صح. طيب دعامة مورفولوجية، يا جماعة مورفولوجية ديت مورفولوجي يعني تركيب، فمورفولوجية يعني دعامة تركيبية. طيب دعامة تركيبية برضو غلط، يبقى مورفولوجية وتركيبية الاتنين واحد، فالاتنين أصلا غلط، لأن التركيبية شباب والمورفولوجية اللي هي التركيبية يعني ثابتة دايما. طب فسيولوجية صح، ما الفسيولوجية هي المؤقتة، فالإجابة الأولى والرابعة الاتنين صح. طيب بعد كده يا جماعة، طبعا طبعا احنا عارفين النسيج ده مين كويس، بيقول لك يتميز النسيج المقابل بأنه أول حاجة يحتوي على ترسبات سيلولوزية، ولا به نوعية دعامة في النبات، ولا نسيج حي. طبعا احنا عارفين النسيج ده مين، هو الكولانشيمي، خلاص بقى حفظناه الحمد لله. كل ما تلاقي الخلايا كده حواليها ترسبات كتير من بره، احنا عارفين دي ترسبات ايه، في النسيج الكولانشيمي، وقلت لك كولانشيمي فيه كوكو كله، ففي دعامة تركيبية ودعامة فسيولوجية، خلاص كده. فهو نسيج يحتوي على ترسبات سيلولوزية، اللي بين الخلايا ده شوف الأخضر ده سيلولوز عادي. طب يا دكتور مش كل الخلايا فيها سيلولوز؟ اه يا حبيبي، كل الخلايا فيها سيلولوز بس في الجدار بتاعها، لكن الترسيبات ده بتلاقيه فين؟ بتلاقيه في الكولانشيم. طيب بيه نوعية دعامة صح، نسيج حي صح، برضو احنا قلنا البرانشيم والكولانشيم أنسجة حية، لكن السكرانشيم هو اللي نسيج ميت، تمام، يبقى جميع ما سبق صحيح. طيب ترسيب الكيوتين والسيوبرين يا شباب على الترتيب، احنا قلنا يا جماعة إن الكيوتين ده بيترسب على البشرة، والبشرة خارجية. طب يا دكتور بيترسب على البشرة من جوه يعني جوه الخلايا؟ قال لك لا، ده بيترسب على البشرة اللي هي خارجية من بره يعني فوقها، فهو ترسيب خارجي خارجي. طيب السيوبرين بقى يا دكتور، السيوبرين بيترسب على الخلايا الفلانيه، او في الخلايا الفلانيه، الخلايا الفلانيه ناحيه بره ناحيه البشره، بس السيوبرين جواها، فهو ترسيب خارجي عشان الخلايا الفلانيه بره بس داخلي علشان جواها، فالكيوتين خارجي خارجي لكن السيوبرين خارجي داخلي، وشرحناها على السبوره بالتفصيل. طيب يساهم في حركه الدم، خلاص بقى السؤال ده احنا يعني هرسناه كتير يا شباب، عضلات ملساء فقط ولا هيكليه فقط ولا لا اراديه فقط ولا جميع انواع العضلات؟ كل العضلات طبعا يا شباب، جميع انواع العضلات اللي هو كل ما سبق بتساهم في حركة الدم. قلنا العضلات الملساء ديت في الأوعية الدموية في الشرايين هي اللي بتساهم في حركة الدم جوه الشريان، وقلنا كمان إن العضلات الهيكلية اللي موجودة مثلا في الرجل، اللي هي مثلا العضلة التوأمية اللي في بطن الساق اللي اسمها جاستروكنيميوس، العضله دهيت انقباضها بيخلي الدم يتحرك في الاورده، علشان كده مثلا العيان اللي عامل العمليه بيقوم يتمشى بعد العمليه، صح ولا ايه؟ جميل جدا يا دكتور. طيب بعد كده يا جماعه، قلنا ان العضلات اللي بيساهم في حركتها جميع، او اللي بيساهم في حركه الدم جميع انواع العضلات. طيب بقول لك العضله التي امامك ده ايه يا شباب؟ اللي قدامك ده ايه يا دكتور؟ والله سهله خالص بقى، يعني انت ما عرفتش ده يبقى انت يعني ما تستاهلش تكون في ثانويه عامه اصلا علم علوم، يعني ماشي تروح بقى تشوف لك اي حاجة تانية. ده يا جماعة القلب، صح ولا ايه؟ وجايب لك العضلات بتاعته، بالمناسبة يا جماعة القلب عضلاته فيها نواة واحدة، خلاص كده زي ما اتفقنا يعني قبل كده، ماشي. بقول لك يبقى اول حاجه هيكليه مخططه، دكتور القلب عضله هيكليه؟ لا، احنا عارفين يا جماعه ان العضلات الهيكليه زي الباي والتراي وعضلات الفخذ دي عضلات اراديه، والقلب مش عضله اراديه، فهي مش عضله هيكليه. مخططه صح لكن هيكليه غلط. طب تاني حاجه، لا اراديه مخططه، واحده واحده، لا اراديه اه طبعا مش بعرف اتحكم فيها، يعني انا القلب بتاعي شغال لوحده طول عمري لحد ما يتوفاني الله، صح ولا ايه؟ طب مخططه طبعا، فهو لا اراديه مخططه صح. طب اراديه لا طبعا غلط. طب انا حبيتك وجرحتني، انت بقى انت يعني انت بقى وايه انت ونصيبك بقى يعني ما اعرفش، فلو انت صح اختارها عادي، يعني انت انا لو منك مثلا واتجرحت قبل كده اختارها وانقص الدرجه، ما عنديش مشكله، فبس يعني ايه، فخليك كده منصف لنفسك، يعني لو انت اتجرحت قبل كده تختارها طبعا، فكك بقى من الاحياء والهبل ده كله، طبعا تختارها يعني لو انت ايه اتجرحت قبل كده، ماشي. انا عن نفسي ما اتجرحتش والحمد لله، اختار ايه؟ لا اراديه مخططه، ماشي، لكن انت بقى او انت وايه وقلبك يعني، ماشي. طيب ليفه عضليه بها 2000 لليفه، فان عدد الوصلات العصبيه العضليه، ضحكت عليك صح؟ ضحكت عليك صح؟ هو يا شباب عدد الوصلات العصبيه العضليه يساوي ايه؟ يساوي يا دكتور والله عدد الالياف، كل ليفه يعني كل خليه لها وصله من العصب، تمام؟ والله بقى لو فيها مليون لليفه مالناش دعوه، انا رايي او انا ليا عدد الوصلات العصبيه العضليه يساوي عدد الالياف او الخلايا، فاذا يا جماعه ليفه فيها وصله واحده، وعاش جدا يعني الناس اللي حالتها صح يعني ما شاء الله عليهم. طيب اصغر عدد من الليفات في 5 الياف، شباب هو الليفه الواحده، خلي بالك الليفه او الخليه فيها كام لليفه؟ دكتور فيها من 1000 ل 2000، صح ولا ايه؟ فلما اقول اصغر عدد انا كده بتكلم يا جماعه في ال1000 اللي هو المينيمم، اللي هو اقل حاجه، يعني اقل حاجه للليفه ان فيها 1000 لليفه، فانا عندي بقى 5 الياف يعني 5 خلايا، فاذا لو كل واحده فيها الاقل اللي هو ال1000، 5 في 1000 بكام؟ ب 5000، انت
تمام. ده الايه؟ ده الاقل. طيب لدغت الكبرى مصطفى، يعني بعد الشر عنك يا مصطفى. طبعا انت حبيبي يا درش، انا عارف طبعا انك ايه يعني ما بتروحش عند فاهم، ما بتلعبش معاهم، بس ايه يعني عشان بس السؤال يظبط يعني، فحبيت احط اي اسم فاللي جه معايا مصطفى يعني. فسوري يا جماعه اللي اسمكم مصطفات يعني، او مصطفى، مصطفون جمع مصطفى باللغه العربيه، فالعربي مصطفون ومصطفين، صح كده؟ سلام عليكم. كنت بشرح برضو عربي اللي متابع يعني. طب مش عارف مصطفى تتأنس ولا لا بقى، بس لو عايزين نجمعها يعني جمع مؤنث اعتقد هنقول مصطفات. مصطفات في القرآن طبعا، يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك على نساء العالمين، فعادي جدا ممكن مصطفى مصطفاه، مصطفاه ده المؤنث خلاص، زي ستنا مريم كده عليها السلام، يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك على نساء العالمين، فجمع مصطفاه مصطفات اعتقد يعني، لكن المذكر مصطفون ومصطفين. ماشي يلا يا اخي. طيب عضله تحتوي على ميتوكوندريا بعدد كبير، حللناها برضو قبل كده لما كان جايب لنا رسمه في الكتاب يا جماعه، وبيقول لك مين العضله اللي هتتعب اكتر او مين اللي فيها جلايكوجين اعلى، فقلنا اللي فيها ميتوكوندريا كتير كده بتحرق جلوكوز كتير، فما عندهاش مخزون من الجلايكوجين كتير، ففيها جلايكوجين اقل، خلاص كده. طيب فكك، ده سؤال تاني، بقول لك والله عضله فيها ميتوكوندريا كتير، ايه اللي يحصل لها بقى؟ اول حاجه تتعرض للتعب العضلي بكثره. جماعه هو التعب العضلي ده ناتج عن ايه؟ ناتج عن نقص الاي تي بي والاكسجين وكده، صح ولا ايه؟ طب لا يحدث الشد العضلي كثيرا؟ طبعا، لان يا شباب الشد العضلي بيحصل مينلي اساسا علشان نقص الاي تي بي. طيب لما يكون بقى في ميتوكوندريا كتير، لا ده انت عندك مصانع للطاقه كتير جدا جدا، فالاي تي بي كتير جدا جدا، فاذا بقى براحتك يا معلم عادي مش هيحصل شد عضلي كتير ولا حاجه، فالاجابه التانيه صح. تحتوي على كميه قليله من الاي تي بي، طبعا غلط لان في ميتوكوندريا كتير. طيب بعد كده يا جماعه، اي المناطق التاليه اللي يمكن ان يحدث بها انزلاق غضروفي؟ اول حاجه بين الفقره الاولى والثانيه العنقيه. يا جماعه ليه؟ لان يا شباب الفقره الاولى والثانيه العنقيه ده مفصل اصلا، مفصل زلالي، مفيش اصلا غضروف، فايه اللي هينزلق بقى؟ فاهمين حاجه؟ طب بين العجزيه الاولى والثانيه؟ طبعا يا دكتور ليه؟ لان العجز اصلا كله على بعضه ملتحم، مفاصل عظميه مفيش برضه غضروف. طيب بين العصعصيه الثالثه والرابعه نفس الكلام، ملتحمين يا شباب مفيش غضاريف، فاذا ما يحصلش انزلاق، فجميع ما سبق صحيح. طيب بقول لك والله واحده لذيذه كده اهو، اللمبه بتاع السقف بتاعها اسمها ايه؟ طبعا اللمبه بتاع السقف بتاعتها ايه؟ اتحرقت يا جماعه، فقامت تفكها كده وتركبها وتظبط حالها. طبعا احنا عارفين اللمبه الالووز اللي هي بتلف كده بتتركب ازاي؟ والله يا دكتور بتتركب عن طريق كده ان انا بلف اللمبه اكن مثلا بفك مسمار او كده، بعدين اربط اللي بعدها، سهله يعني. بقول لك بقى ايه العضلات اللي بتتحرك يا جماعه، او ايه الحركه الاكثر حدوثا؟ اول حاجه انقباض وانبساط عضلات الكتف. شباب هو اصلا انا هعمل انقباض لعضلات الكتف بتاعتي عشان ارفع ايدي بس، خلاص كده مره لحد ما انزلها تاني، هي منقبض لحد ما ايه؟ لحد ما انزلها. طيب تاني حاجه، دوران الكعبره على الزند مع حركه عضلات الساعد. طبعا يا جماعه، ما يا شباب انا بقعد الف في اللمبه، الف 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 الف، فاللفه ده هي انا عايزك عارف اكنك بتقول، اكنك بتقول لحد كده انت مجنون يلا، انت مجنون يض، اعمليها كده. لما حد عكسك بتقول له ايه؟ ولا انت مجنون يلا، اعملها كده بالله عليك، لا تعمليها. وانت كمان اعملها كده لو مثلا بتلف اللمبه او حاجه، هتلاقوا يا شباب هتلاقوا الكعبره بتلف على الزند دي يا شباب، حركه الكعبره على الزند هي دي الحركه الايه؟ اللي هي نصف دائريه، تمام 180 درجه، ماشي كده يا جماعه. فشباب الحركه الاكثر حدوثا مع ده برضو سؤال ممكن يجي في الامتحان يعني، الله اعلم، ماشي الحركه الاكثر حدوثا مع فك وتركيب اللمبه كده يا شباب، هي دوران الكعبره على الزند مع حركه عضلات الساعد، تمام. طبعا الطرف السفلي ملوش علاقه، انت واقف وخلاص يعني، ماشي. انقباض عضلات الظهر برضو هي بتنقبض مره واحده وخلاص وانت واقف، فخلاص مش هتحصل كتير، لكن اكتر حاجه بتحصل انك عمال تلف في ايدك يعني، تمام. في الشكل المقابل يعاني المريض من جماعه، بصوا بقى ده بنسميه كسر مضاعف يا شباب في الساعد كله، ان الزند والكعبره الاثنين مكسورين، يعني ده كسر صعب جدا جدا يعني، غالبا غالبا ممكن يترد لكن غالبا بيحتاج عمليات، تمام. الحته الشوك اللي طالعه دي بنسميها جرين ستيك فراكشر، يعني شبه كده العصايه الخضراء، او شبه مثلا اكنك جبت نقز او عود ورحت كسره فطلع منه حته كده على الجنب اهي، موجوده مثلا في العظمه دي تاني. ما علينا يعني، الحاجات دي مش عليكم، هو كده يا جماعه الراجل ده مثلا غالبا ممكن يكون عيل صغير وقع مثلا على ايده او حاجه خبطته راح متعور وايده اتكسرت بالشكل البشع ده. بقول لك بقى اللي بيحصل، اول حاجه يا جماعه عدم وصول السيالات العصبيه للعضلات. شباب هو الكسر ايه علاقته بالعصب؟ يعني هو ما فيش علاقه قوي يعني، هو العصب مش معدي، العصب بتاع العضلات مش معدي فوق العظمه، فاهمين حاجه؟ فلا يا شباب ما لهاش علاقه يعني، هو اي نعم يا شباب ممكن العظمه دي لما تتكسر تدخل في الفليشي بارت او اللحمه بتاعت العضله تقطعها، لكن مش هيخلي السيالات العصبيه ما توصلش، وخصوصا ان كل ليفه يا جماعه ليها
واصله عصبيه عضليه زي ما لسه قايلين، صح ولا ايه؟ فلو حتى الكسر ده قطع لي شويه اعصاب، مش هيقطع كل الاعصاب، مش هيقطع كل الوصلات العصبيه العضليه، خلاص. فالاجابه الاولى مش اصح حاجه. تاني حاجه، تمزق اوتار الكوع. يا شباب هو الاوتار فين؟ الاوتار الدكتور والله عند نهايه العظام، يعني مثلا في اوتار هنا خلاص وفي اوتار هنا، تمام؟ حاجه قربت منهم؟ لا طبعا. يبقى يا شباب ما ينفعش. والكوع خصوصا يعني اهو سليم خالص اهو، تمام، فالاوتار اللي فيه ما فيهاش حاجه. طيب بعد كده، انقطاع اوتار اليد. اوتار اليد يا دكتور والله هنا كده، في حاجه قدامك مكسوره؟ لا طبعا. يبقى يا شباب الاجابه الاخيره اللي بقى يعني عدم القدره على حركه الساعد. ما احنا قلنا يا شباب ان حركه الساعد بتحصل ازاي؟ الكعبره بتلف حول الزئن، ده حركه نصف دائريه، صح ولا ايه؟ طب هل بالمنظر ده الكعبره تلف؟ مستحيل يا جماعه، ده الراجل ده اصلا مش طايق نفسه، مش طايق نفسه، لو حد لمسه بس بيصوت يعني. ربنا يحميكم يا رب. شفت ان ده في الاستقبال كتير يعني، ماشي. طيب بعد كده، ما الخلايا التي تكسب النبات الدعامه التركيبيه ولها دور مباشر في الحفاظ على الدعامه الفسيولوجيه؟ لسه قايل لكم من شويه يا جماعه ان البشره بتاع النبات بتحط باديكير لنفسها. ايه هو الباديكير؟ هو الكيوتين، صح ولا ايه؟ فيا جماعه الكيوتين ده هو ماده عازله للميه، بتدي صلابه طبعا لانه دعامه تركيبيه، وماده عازله للميه، فبالتالي خلايا بشره الورقه هي اللي بتدي دعامه تركيبيه وليها دور مباشر في الحفاظ على الدعامه الفسيولوجيه، لان يا شباب الكيوتين ده هو ماده عازله للميه، وبالتالي بيحافظ على الميه جوه الخليه زي ما عمالين نقول من الصبح، وبالتالي بيحافظ على الدعامه الفسيولوجيه، تمام. بيقول لك بقى يظهر في الشكل المقابل منظر خلفي لجسم الانسان كم عظمه من عظام الحزام الصدري؟ بصوا يا جماعه، واحد واقف وانت باصص على ظهره، تمام. طب انت شايف بقى كم عظمه من عظام الحزام؟ والله يا دكتور هفكر بالراحه، هو الحزام الصدري اصلا كم عظمه؟ والله يا دكتور 4، عندي لوح كتف يمين، لوح كتف شمال، ترقوه يمين، ترقوه شمال. هل وانت باصص على ظهر كده انت شايف الترقوه؟ مستحيل تشوفها، تمام. فانت شايف لوح الكتف ولوح الكتف بس كده، فانت شايف يا شباب ايه؟ 2 بس وخلاص. فكر بالراحه، بلاش فزلفه ايه، بلاش فلسفه وفزلكه، تمام، دخلتهم في بعض انا، ماشي يا شباب. طيب امتحان برضه يا اخي شاق برضه، ماشي، انا تقلت عليكم يا شباب بس ايه عشان تتعودوا، معلش يلا استحملوني. عدد العظام التي تتصل اتصال مباشر بالعظمه المقابله. شباب اتصال مباشر، فاكرين لما قلنا ان احنا عندنا حاجه اسمها الضلوع الكاذبه؟ دي يا شباب الضلوع رقم 8 و9 و10 يمين وشمال اهو، يعني الضلع الثامن او الزوج الثامن على فكره عادي، تمام، والضلع التاسع او الزوج التاسع برضه اقسم بالله عادي، تمام يا جماعه. 8 9 10 دول ضلوع كاذبه لا يتصل اتصال مباشر، خلاص. فانت عندك اول 7 ازواج من الضلوع، يعني السبعه اللي على اليمين والسبعه اللي على الشمال، الاثنين المجموعتين بيتصلوا اتصال مباشر، يبقى كده 7 و7 كام؟ 14. بس اوعى تنسى، انا حاطط لك 14 اهو ثاني رقم عشان الخبطك، بس اوعى تنسى عندك يا باشا في الراس بتاعه القص او العظمه اللي قدامك ده اهي ماسك عظمتين مهمين جدا، وهما الترقوتين الكلافيكل، التو كلافيكل، خلاص. فانا كده عندي 14 و2 يبقى 16، 7 ضلوع و7 ضلوع، وعندي كمان ترقوه وترقوه بقى 8 8 16، خلاص. طيب بعد كده، اكبر انحناءات العمود الفقري. انا جايب لك صوره عشان اوضح لك برضو، عشان لو احنا ما قلناش قبل كده عادي، هيجي لك صوره في الامتحان فتامل فيها، فكر يا اخي ايه المشكله، يعني اكنك طالب غير عادي في زمن غير اعتيادي وفكر عادي. اول حاجه يا دكتور، الفقرات العنقيه لا انحناءها بسيط، الصدريه لا انحناءها قوي جامد، القطنيه بسيط خالص، عجزيه وعصوصيه برضو هم اصلا صغننين. فاكبر انحناءات هو في اكبر مجموعه فقرات اللي واخده مساحه، هي طبعا الفقرات الصدريه، تمام. طيب عدد مجموعات الفقرات التي تتصل بالهيكل الطرفي، اهو لسه قايلينها فوق يا جماعه ان عندي فقرات تتصل بالهيكل الطرفي. الهيكل الطرفي يا شباب اللي هو ايه؟ اللي هو يا شباب والله الحزام الصدري والحزام الحوضي والطرف العلوي والطرف السفلي، تمام. ايه بقى الفقرات اللي بتتصل بدول؟ والله يا جماعه عندي العجز متصل اتصال مباشر بالايه؟ بالحوض، وده حزام حوضي، فاذا كده عندي مجموعه. طيب فين الثانيه بقى؟ عندك مثلا الفقرات الصدريه مش نايم عليها لوح الكتف، صح ولا ايه؟ فكده يا جماعه عندي مجموعتين، تمام. عظام الحوض في الانثى، احنا قلنا يا جماعه ان الحوض في الانثى بيبقى ايه؟ بيبقى اعرض، عشان كده الانثى بتبقى عريضه من تحت، خلاص، بيبقى اعرض واقصر، يعني الانثى بتبقى اقصر، كل عظامها اقصر من الرجل، فحوض الانثى يا شباب اعرض واقصر. طب ليه يا دكتور؟ عشان الولاده يا شباب، يعني هو لازم علشان راس البيبي تنزل لازم يكون الحوض واسع، صح ولا ايه؟ وبما ان الانثى قصيره تيجي مثلا عند سن مثلا 13 سنه عند البلوغ، عند اول دوره شهريه ويوقف طولها، فبالتالي العظام بتاعها بتوقف، يعني خلاص الابيفيزيال بليت او الخط اللي هو الغضروفي اللي في راس العظمه اللي وريته لكم قبل كده ده بيلتحم تماما بالكالسيوم، وبالتالي مش بتطول دي. تمام. طيب بعد كده شباب، السؤال ايه بقى؟ الجزء الغضروفي من عظمه القص اللي هو الجزء البنفسجي، يعني اللي هو مين؟ اللي هو ده اللي هو اسمه الزيفويد بروسيس، اللي هو الجزء الغضروفي اللي تحت يا شباب، يختلف عن باقي اجزاء العظمه فيه. اول حاجه نوع النسيج، طبعا ايه انت بتهزر يا شباب؟ عارفين يعني ايه نسيج؟ احنا قلنا يا شباب ان العظام والعضلات والاربطه والاوتار فيهم ايه؟ فيهم كولاجين، ده نسيج اسمه ايه؟
قول يا نسيج نسيج ضام جدع، نسيج ضام تمام. يبقى نوع النسيج هو هو يعني العظام والغضاريف نفس النسيج، النسيج الضام. طب الهيكل؟ لا يا دكتور، العظمه كلها اصلا دي هيكل محوري. طب كميه الكالسيوم؟ اه تعالى لي بقى كميه الكالسيوم يا جماعه، احنا قلنا الغضروف غضروف عشان ما فيهوش كالسيوم، العظمه عظمه عشان دي عباره عن غضروف وعليه كالسيوم. فيا شباب اللي بيختلف عنهم طبعا هما الاثنين مع بعض يعني هو كميه الكالسيوم. رابع حاجه الصلابه طبعا لان اللي فيه كالسيوم كتير اصلا، فالاجابه الثالثه والرابعه الاثنين صح. طيب بعد كده اخر سؤال بقى، الحمد لله. اذا علمت ان الشاي يحتوي على مواد تقلل من نسبه الكالسيوم في الدم، يعني ايه بتخلي الكالسيوم عندك في الدم قليل، فما العظمه التي لا يتاثر جزء منها؟ شباب هو ايه العظمه اللي مش كلها عباره عن ايه؟ مش كلها عباره عن عظام. ما يا شباب اي عظمه كلها عباره عن عظام هتتاثر لان الكالسيوم هيقل في الدم، وبالتالي الكالسيوم اللي رايح للعظم عن طريق هرمون الكالسيتونين هيقل، وبالتالي ممكن يحصل لك مثلا لا قدر الله اوستيوبوروزيس او هشاشه عظام. خلاص كده تمام. ايه بقى العظمه يا جماعه اللي فيها جزء غضروفي مش هتتاثر؟ لسه واخدينها فوق يا شباب، وهي عظمه القص. الجزء السفلي منها غضروفي، والغضروف اصلا ما فيهوش كالسيوم، وبالتالي حتى لما الكالسيوم يقل في الدم مش هيتاثر خالص يا جماعه. خلاص بس كده يا جماعه، ده الامتحان بتاعنا. نتمنى ان تكونوا استفدتوا والافكار دي كلها اتحشرت في دماغكم كده، مش عايزكم تنسوها خالص. عدوا على الفيديو ده من وقت للتاني. وبس كده، نشوفكم ان شاء الله في الامتحان اللي جاي. مبروك لكل الناس اللي قفلت، انا فرحان بكم جدا. اي حد غش الامتحان مثلا او دخل مره من تليفون تاني وشاف الاجابات ودخل بعد كده من تليفونه، طبعا ده حاجه قذره، ممكن ما تعرفش تعمل كده في اخر السنه. انا مش شايفك اي نعم، بس ربنا شايفك تمام. في اخر السنه مش هتعرف تعمل كده، مش هتعرف تغش الغش دوت. ف يعني خلي كده، خليك كده يعني متقي لربنا كده في اعمالك يعني، وما تغشش تمام. بس كده، ونشوفكم ان شاء الله في الامتحان اللي جاي، وانا اكيد بحبكم في الله، وادعوا لي كتير عشان انا عيان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.